في إطار تدعيم وتحسين ظروف التمدرس، وخاصة في الشق المتعلق بالنقل المدرسي والذي يشكل أولوية السلطات العمومية، تم اليوم تنصيب 40 سائق للحافلات المدرسية الناجحين في مسابقة التوظيف عبر مستوى ولاية البلدية. المراسلة لرؤوف مزيان. تم تنصيب 40 سائق حافلة من الصنف 2. هذا التوظيف يأتي في إطار تدعيم سائقي حاضرة النقل المدرسي. تمت العملية هذه أولا بإحصاء الاحتياجات في بدء الأمر، وطلبنا من السلطات الوصية أعطونا مناصب مالية وفتحنا هذه المناصب ودرنا امتحان. الناس اللي اجتازت الامتحان رانا نصبناهم اليوم، المقدر عددهم ب40. احنا في التوزيع تاعهم سواء الحافلات او السائقين ركزنا في التوزيع تاعهم على البلديات اللي عندها يعني المزارع اللي بعاد نوعا ما، كبلديه موزايا، بلديه بوينان، اللي تحتوي على احواش كثيره.